صباح الخير وأهلا بكم إلى كلام بيروت. تداخل تأليف الحكومة مع قانون الانتخابات النيابية تصدر صحف بيروت التي تابعت أيضا الحملة السياسية للنظام السوري على عهد الرئيس عون وتطورات الأمنية، لا سيما تداعيات تدخل حزب الله في سوريا. هذه العناوين وغيرها سأتابعها في حلقة اليوم مع الأستاذ إيدي أبي اللمع، عضو الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية. صباح الخير أستاذ. صباح النور، أهلا وسهلا بك. القوات مثل ما بيقولوا مالئة الدنيا وشاغلت الناس اليوم بالصحف بشكل رئيسي، كلام عن القوات، الدور الذي يقوم به الدكتور سمير جعجع، الاتفاق بين القوات والعونيين. بأي حال سنستعرض كل ما ورد تباعا، إنما الانطلاق من كاريكاتير جريدة النهار أرماه حمصي رسم تحت عنوان من يعطل التأليف، رسم طاولة الحكومة حول كراسي فارغة ومنها ظهرت أيدي، راح كل منها يشير بالإصبع إلى الكرسي المجاورة. قبل ما أحكي عن الإصبع الموجه للقوات اللبنانية، القوات اللبنانية لمن توجه الإصبع بموضوع تعطيل تأليف الحكومة؟ اليوم نحن عم نواجه تعطيل واضح، يعني والتعطيل عم بيجي من جهه كمان صارت واضحه، يعني ما بعتقد انه هلا امبارح طبعا سمعنا بالصحف انه من قال من جهه امل، بعتقد احد النواب امل بيقول انه الحق على القوات او دل على نائب ايوب حبيب قال بالمباشر تيار والقوات هن اساس المشكله. بس انا برايي انه الاساس المشكله بعتقد هن اللي عم بيحطوه على غيرهم، يعني او بغيرهم، لانه مش صحيح هذا الموضوع. نحن بنعرف، نحن عملنا كل شيء حتى نسهل يعني انجاز الحكومه وباسرع وقت ممكن، وتنزلنا بمحل معين عن مثلا موضوع الحقيبه السياديه، وكثير سهلنا الامور بقدر المستطاع. ولكن ما ننسى بالاخر انه اليوم في عهد جديد، في طريقه جديده، في مقاربه جديده لتشكيل الحكومه، لوصف او توصيف العهد، لما سيكون عليه العهد من هلا وبالرايح. طبعا الامور اختلفت، وهيدي الامور اللي اختلفت، في بعض الافرقه معودين على النمط القديم، النمط القديم يلي ارسته بالاحرى ممارسه كارثيه من قبل السوريين، يعني واحتلالنا لبنان لفتره طويله، خاصه من الطائف وبالرايح. تطبيق الطائف كان تطبيق على السنسابة وعلى يسات البعض، لدرجة انه وصلوا لحالات شاذة، مثل مثلا تسمية وممارسة الترويكا، يعني اصبح للرئيس 3 رؤساء، واصبح لهذه الممارسات يعني تجاوز للدستور بشكل واضح وصريح. اليوم عم تختلف الامور. هل اختلفت الامور؟ ليش اختلفت الامور؟ اختلفت الامور لانه فعليا صار في تحالفات اليوم موجودة على الأرض، وهيدي التحالفات في كتير ناس عم بيقولوا أنها هي تحالفات طائفية، وبالتالي هيدي تحصيل لحقوق المسيحيين. أنا برأيي تجاوزت أكتر بكتير هيدي الحالة، والكلام عن هذا الموضوع ما بقى كتير بيوصف الواقع الحال. واقع الحال هو لا، هو حقيقة دفع باتجاه إعادة أعطاء ما هو حق لرئاسة الجمهورية لا أكثر ولا أقل. وهذا موضوع دستوري، هذا موضوع أساسي لحتى تستقيم الأمور بالبلد. شفنا شو نتيجة الترويكا، كانت كارثية لمدى 26 سنة. اليوم خلص في مقاربة جديدة، في رئيس جديد، في تحالف جديد أوصل هذا الرئيس إلى سدة الرئاسة. اليوم في طريقة جديدة بالتعاطي. اليوم هيدا منه موضوع طائفي، هيدا موضوع لكل لبنان، هيدا موضوع لمصلحة البلد. طيب. هيدا موضوع لمصلحة تطبيق الدستور الصحيحة، وليس تطبيق الدستور مثل ما شفناها لا بطريقة استنسابية وتفسيرات هميونية لكل الأفرقاء في لبنان. هل عودة المسيحيين للعب دورهم كما يجب بالضرورة يكون على حساب مكون آخر؟ لا، هو ما هيدا عم جرب اشرحه. عم بقول نحن مش عم نكون على، يعني توحيد هذا الموقف ما كان على لاسباب طائفيه ولا على حساب حدا، بالعكس هي كانت معموله فقط لانقاذ
انقاذ هذا الموقع اللي اسمه موقع رئاسة الجمهورية يلي اصبح بالاخر شبه غير موجود. يعني حتى استهونوا فكرة انه ماشي الحال سنتين ونص بلا رئيس، ما في شيء تغير بالبلد وبعد الامور بألف خير. وحتى استهونوا قبل كمان موضوع الترويكا وتقويض النظام اللبناني وتقويض مهمة رئاسة الجمهورية ومركز رئاسة الجمهورية. انا برأيي هذا التوحيد ادى الى إعادة تصويب هذا الموضوع الخطير يلي كان لهلا متروك على سجيته. نعم، ولكن نعم. هذا الموقف ألا يرتب أعباء على كاهل الرئيس عون؟ لا يعني لا في محل معين الأمور، ومثل ما شفنا خلال يعني من مطلع الأسبوع لليوم، وكأن في ولد نأزة عند حلفاء الرئيس عون الرئيسيين. بس ما رتب أعباء لأنه هذا مشروع العماد عون، منه الرئيس عون، منه شيء جديد عليه. ما هو أعلن هالشيء، أعلنوا بخطاب القسم، كان قاله نعم. بكثير من الكلام السابق، وقالوا كان واضح بهذا الموضوع. يعني اليوم لقى حلفاء العماد عون بدهم يتعودوا على تطبيق دستور في لبنان وليس تطبيق ما يحلو لهم من الدستور أو تفسيرات هذا الدستور. لا، اختلفت الأمور، وبالتالي اليوم نحن حقيقة نحن ما بدنا يعني ما بدنا نبين وكأنه نحن رايحين صوب حدا أو باتجاه حدا، بس كمان بدهم يسمحوا لنا. في دستور، في رئيس جمهورية، في موقع أساسي بهذا الوطن، صار لهم لهلا ما حدا لا محترمه لا مقدره ولا عطيه حقه، بقى بالتالي إجا رئيس يعطيه حقه. لأنه ما عم بقول هلا، ما بدي أحكي عن الرؤساء السابقين، هلا في كتير أمور حكمت هذا البلد بطريقة أو بأخرى وكانت صعبة عليهم بجوز، بس اليوم اختلفت الأمور وبدنا كلنا نفهم إنه اختلفت الأمور. خلص في مقاربة جديدة بدنا نتعود لها، بدنا نفهمها. الأمور اختلفت، ما بقى فيني أنا أعمل ذات المقاربة اللي كنت بلا بت ما كانت تصير من كم سنة. هيدي ما عم بيقدروا يفهموها، تعودوا على ممارسة. حتى صلب هذا مش تصلب، هيدا مش تصلب، هيدا نعم. تصويب. تعرف التصويب صعب، ما بياخد وقت، يعني بتكون طبقوه فرد مرة. لا بالعكس، نحن بلشنا بكتير من الليونة وبكتير من، بس بالعكس يعني يلي أخدوا كسرة وعوايد بشعة نعم. بكل السنوات الماضية ما عم بيقدروا يرجعوا هني يصوبوا يفهموا يعني على الأقل. اللي صار له 20 سنة سائر ما رح ينمحها بشهر، بس هيدا مش عم نقول نحن لازم ينمحها بشهر نعم. أبدا، نحن عم نقول بدنا نبلش نقارب نعم. هذا الموضوع بطريقة مختلفة، وبدنا نقتنع انه ايه في شيء تغير، وفي شيء تغير اساسي، وهذا التغيير منه لمصلحه المسيحيين فقط، وهذا هذا التغيير نعم. لمصلحه كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين. لانه لما ترجع تصوب الامور على مستوى دستوري على مستوى رئيس الجمهوريه بتكوني نعم. عم تقدمي خدمه كثير كبيره للبلد ولكل اللبنانيين. بس بدنا نتعود انه في شيء بده تصويب، وهذا نعم. التصويب عم بيصير وبياخذ وقته، رح ياخذ وقته معلش. ونحن بنحترم نعم. كل المواقع الدوليه، ولكن كمان نطلب من كل المواقع انه يحترموا شوي الدستور، يحترموا عقولنا شوي. والا بدنا نرجع لموضوع الاحباط المسيحي. يعني اليوم مش احباط عم فتش على المقال ما عم لاقيه، انه اذا ما تحقق ما تصبو اليه القوات والتيار الوطني الحر رح يكون في احباط مسيحي جديد اقوى يمكن من يعني حالة يأس. بيقول سيمو أبو فاضل بالديار بالوسط المسيحي تتجاوز حالة الإحباط بدرجات، بحيث سيتبين برأيه للمسيحيين أنه ممنوع عليهم أن يترجموا مشاركتهم في الصيغة اللبنانية. بعتقد هذا بعتقد ولا؟ انا بعتقد انه الجهد يلي عملوه المسيحيين باخر فتره خاصه بتوحيد صفوفهم بشكل اساسي منه الا خدمه للبنان. ما في قصه احباط للمسيحيين، المسيحيين لما يكون لبنان مش ماشي حاله وكل مؤسساته الدستوريه مفركشه وعم تتعاطى بعكس توجه الدستور والقانون، انا برايي هون يحبط مش بس المسيحيين، كل اللبنانيين. ولكن اليوم بالصيغه الجديده اللي عم نحكيها بالعهد الجديد اللي عم نحكي عنه، طبعا هنالك امال كثير كبيره من المسيحيين على الموضوع، مش لاستعاده دورهم بقدر ما هو لاستعاده دور كل المؤسسات وخاصه راس المؤسسات، لانه نسينا بهذا البلد انه رئيس الجمهوريه راس الدوله، نسينا. لماذا في هذه الحاله عم بنوضع يعني الثنائي الشيعي بمواجهه الثنائي المسيحي، وكان المشكله انتقلت من أن تكون سنية مسيحية مع العماد عون لتصبح شيعية مسيحية معكم ومع
العماد عون نحن رئيس عون؟ نحن لأنه اليوم في ممارسة معينة على الأرض عم تحدث يعني، ونحن عم نتبع قصة التأخير بإنجاز التشكيل الحكومي. نعم. ليه؟ لأنه هلا في بعض القيادات هي وضع حالها بمواجهة هذا يعني هذا العهد الجديد، وأنا برأيي من الخطأ أن تواجه هذا العهد الجديد، لأنه منا بس عم تواجه فريق من اللبنانيين، عم تواجه حقيقة دستور البلاد. يعني اللي بدي أقوله، ما حدا له مصلحة يرجع يديرها على الطريقة الطائفية بشكل هيك مبين وواضح، وكأنه في معارضة، في استهداف لهذا التحالف. نعم. المسيحي، وهذا استهداف التحالف المسيحي بين مسيحي ومسيحي. يعني بيقول شارل أيوب اليوم أنه نحطت بين الوزير فرنجية والدكتور جعجع، اسمحي لي، المشكلة يعني عم ترجع تنرمى بالملعب المسيحي. بس هيدي حقيقة أنا بسميها فبركة 100%. ما في مشكلة مع الوزير الفرنجية، ما في، ما بدنا نحكي هلا اكيد ما المشكلة مش هون، المشكلة كل الناس بتعرف انه اليوم بدنا نستعمل مسيحة تنحارب المسيحيين بالتركيبة الحالية لسوء الحظ. مش دقيق الكلام انه القوات اللبنانية ما بدها تعطي حجم للوزير الفرنجية، ما حدا قال هيك، بس اللي عم بده يعطي حجم منه بالانتخابات النيابية المقبلة بالشمال تحديدا، سترولا انه يكون يستعمل كلنا مثلا كلنا بنعرف احجام بعضنا، وما حدا خفي عنه حجمه او حجم غيره، يعني ما حدا كمان بده ياكل من حصه حدا. نحن بنحترم حضور كل الناس، وبنحترم الوزير الفرنجيه والتيار المرده، واذا هن بدهم يعطوه من حصتهم يعني ما عنده مشكله، ما هن كانوا معارضين لهذه القضيه، ومش نحن اللي دفعنا بهذه الامور الى هذا الدرك. بس اليوم استعمال حجه نائب فرنجيه لاظهار انه المشكله هي مسيحيه، انا برايي هيدا يعني من شو بدي اسميه هذا بالسياسة، بس مش كتير حلوة من يلي عم بيعملها او يلي عم بيقولها او يلي عم بيسوها، لانه مش بمحلها، وكل الناس بتعرف انه مش هون المشكلة. استهداف التحالف المسيحي اتي من غير جهة، وواضحة الجهة اللي اتي منها، وما حدا خايف عنه، ما حدا خايف عنه هذا الموضوع. هل بتوافق وليد الشقير اللي قال انه المشكلة بمحل معين هي بانه القرار يعود لمن تحديدا بتأليف الحكومة؟ القرار لمن القرار الحكومه هون المشكله تحديدا؟ لا، لانه بالدستور واضح، بالدستور واضح، بس نحن ولا مره الا ما كان الدستور حمال اوجه او تفسيرات عديده، لانه حملوه اوجه هو الدستور واضح. سترو، لا الدستور واضح، مش حمال اوجه، حملوه اوجه بس هو منه حمال اوجه. رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه هن يلي سوا بشكلوا الحكومه، وواضح طبعا بيتشاوروا مع كل باقي الافرقاء ومع كل باقي الاحزاب، كل واحد لازم يلعب دوره، في رئيس لمجلس وزراء، في رئيس مكلف، في رئيس مجلس نواب، في رئيس جمهوريه اللي هو راس السلطه، يلي هو عمليا بده يستعمل صلاحياته، بده يرجع يعني الى حد بعيد بده يرجع يمارس صلاحياته. بس تقول القوات اللبنانية بحسب جريدة النهار، مصادر القوات بتقول نرغب بتذكير البعض بأن عهد الوصاية انتهى، صحيح، وأننا بالعام 2016 وليس بالعام 2001 وبمطلع عهد وطني جديد. شو بتقصدوا بس تقولوا أنه عهد الوصاية؟ هل هنالك من يريد أن تعود الوصاية أو يعمل على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء؟ يعمل على يعني ممار أو استمرار ممارسة عهد الوصاية، يعني عمليا كل شيء من مخلفات عهد الوصاية اللي برجع بقول اللي هو قود تطبيق الطائف وطبقه على ذوقه، كان في مستفيدين، هودي المستفيدين بعضهم لليوم معتبرين حالهم انه لازم يكفوا هيدي الممارسة لانهم مستفيدين منها لسوء الحظ. هيدي هي الصورة، هيك الصورة. هل هالصورة بالوجه الثاني منها توجس من عهد من التوجهات الإقليمية للعهد الجديد؟ يعني كمان اليوم بيقول وليد الشقير انه المشكلة بهالإطار تحديدا اكثر مما هي بالحصص الحكومية، خايفين من توجهات الرئيس عون خاصة بعد الحراك اللي شفناه بالقصر الجمهوري فور انتخابه، الدعوة اللي تلقاها لزيارة المملكة العربية السعودية وأن تكون أول زيارة له لخارج لبنان. يعني اليوم أوساط قريبة من النظام السوري بتقول ليش بدها تكون لرياض أول زيارة، لماذا لا تكون لسوريا الزيارة الأولى؟ هيدا البلد، هيدا وطن،
هذا فيه دستور وهذا فيه سياده. نعم. بقى ماشي الحال، الرئيس بده يمارس صلاحياته كرئيس جمهوريه، بده يكون رئيس الجمهوريه، وتيعمل رئيس الجمهوريه مفروض فيه يحكي مع الكل ويتعاطى مع الكل بطريقه من موقعه كرئيس. بقى هيدي القصه انه اليوم بدهم يسلبوك يعني جديد سياده بالطريقه اللي عم بيعملوها هيك بممارسات قديمه بعدها مستجده، عن جديد عم بيرجعوا بيجددوها وبدهم يحطوا شروط على رئيس البلاد. رئيس البلاد هيدا بلد سيد مستقل حر، هيدا بلد مش سوريا بتمشي ولا غير سوريا. انا مع احترامنا للكل ولكل الموجودين هون ويلي بعدهم عم بيحكوا بزمن او بلسان زمن الوصاية، بنقول لهم انه مشان هيك بديت بهذا الحديث وبرجع بكرر وبقول هناك لك مقاربة جديدة لكل هذه المواضيع. نعم. عادت الرئاسة الجمهورية إلى حيث يجب كانت أن تكون منذ الطائف على الأقل لليوم. بس هل مقاربة يعني إلى جانبها؟ أنا قلت لك الوجه الآخر من المشكلة خوف من توجهات إقليمية. بس شو التوجهات الإقليمية مثلا؟ أنه تهديد إقليمي أنه الرئيس عون إن شاء الله أنه ما يعود، ما قرينا بالسفير قبل فترة من يحاول أن يسرق الرئيس عون من محور المقاومة أو ينتزع الرئيس. بس ما حدا يحاول أن ينتزع أو يسرق. عماد عون رجل سياسي محنك بيعرف مزبوط كيف يتعاطى مع الأمور، عنده تحالفاته وعلاقاته، واليوم هو بسدة الرئاسة بده يمارس مسؤولياته الرئاسية كما هي. نعم. كما هو منصوص عنه بالطائف. لعل ما تضمنه حطام القسم خوف. لا لا ما الخوف مش بمحله. لما اليوم انت عم يعني الانسان بيكون او بالاحرى الرئيس بيكون عم بيطبق دستور كما يجب ان يطبق، مش لانه انتقص من ما اعتقدناه صلاحياتنا بالاول او اعتقدوا بعض البعض صلاحياته بالاول بيعتبروا صار انه موضوع خوف له لانه ما بقى هو مضمون او ما بقى مؤكد او مؤكد حضوره محور ما هو فكر ضد محور. مش مزبوط، لانه بالنهايه يلي بيطبق الدستور بلبنان ما بيكون عم يتعدى على حدا، بالعكس هيدي خدمه لكل الافرقاء اللبنانيين. وهون الخطا يلي عم بيصير من وراء اليوم استهداف هذا يعني موقع الرئاسي لانه مستهدف اليوم، وما وراء هو موقع الرئاسي يلي هو التحالف اللي اوصل الى هذا العهد الجديد. يعني ربا كباره بتشوف المشكله هي بين مشروع الدوله يلي عم بيسعى له التوافق الرئيس عون والرئيس الحريري من جهة، وبين مشروع الدويلة الذي يواصل مساعيه للإمساك بالسلطة الفعلية. يعني عمليا كل تطبيق للدستور وممارسة السلطة بمرجعية الدستور وبالتمثيل أفرقاء الموجودين بالمواقع من رئيس الجمهورية وغيره، أنا برأيي يشكل بحد ذاته خوف عند بعض الأفرقاء يلي هني معتبرين أنه من مواقع لا دستورية ممكن أنه يسيطروا على البلد أو يمسكوا بكل مفاصل الدولة. يعني يتناقض مع مشروع الدويلة. يتناقض مع مشروع الدولة طبعا، الدويلة بالأحرى، الدولة فيرسس الدويلة يعني بوجه الدويلة. أكيد أكيد كل تطبيق، ما في رئيس بده يتبوأ موقع الرئيس الجمهورية إلا ما بده يكون رئيس لكل اللبنانيين ورئيس لإقامة ومش بس إقامة، للحرص على احترام وتطبيق الدستور. رئيس الجمهورية هو الحارس الأول للدستور. ما بتخاف وهو يتعرض الرئيس عون لما تعرض له رئيس سليمان عندما حاول أن يطبق الدستور بعد تبني إعلان بعبدة؟ يعني شفنا شو تعرض له الرئيس سليمان من حملات، ما بتخافوا أنه عهد الرئيس عون يبدأ بهذه الطريقة؟ لا ما نخيفين من هالشيء، لأنه الموضوع منه أبدا متشابه. أول شيء مع احترامي لكل الرؤساء اللي سبقوا، الرئيس اليوم رئيس عون يرتكز على شعبية على الأرض وعلى بالنهايه ناس بيمثلهم هو وبتحالف معين كمان يرتكز عليه، والتحالف سيتوسع اكثر واكثر. لذلك اول شيء الرئيس عون عم منطلق من قوه اكبر. ثاني شغله علاقات الرئيس عون المتعدده مع كل الافرقاء اللبنانيه، يعني مع غالبيه الافرقاء اللبنانيه اصبحت علاقه يعني وهي علاقه خليني اقول سليمه، وبالتالي بتسمح له من موقعه اليوم. نحن مش عم نطلب منه انه يواجه الاخرين بس انه هي قصه للمواجهه فقط لانه نحن عندنا، لا ابدا، نحن عم نطلب انه هذا الرئيس
أن يمارس فعلا مهامه كرئيس للجمهورية، مش عم نطلب منه أكثر من هيك، يعني اللي بده يجي يحطها هلا باعتقاد، لأنه قريت كثير مقالات هالفترة أنه نحن وكأنه وراء الرئيس لحتى يخليه يواجه الثنائي، مش مزبوط هذا الحديث، نحن وراء الرئيس ليكون ليستطيع أن يطبق ما هو طامح له وأن يكون رئيس فعلي للجمهورية. على شو رسيت الحصة القواتية، وهل في احتمال العودة لصيغة الـ14 وزير؟ هالموضوع رح انقله لبعد الفاصل وتابع معك الحديث. نعود لمتابعة الحلقة. أستاذ أدي، على شو رست بالآخر حصة القوات بالحكومة؟ 4 5 3، يعني كل يوم بورصة. بعد ما رست، لأنه بعض الموضوع، وعلى أي نوع من أنواع الحقائب كمان؟ هلأ بعض الموضوع موضوع بحث بعد ما انتهت القصة، لأنه يعني نحن ما بدنا حدا يشعر وكأنه، وكل الناس بتعرف صارت، أنه القوات لم تكن حجر عثرة في تشكيل الحكومة، لبل بمواضيع معينة قبلنا ببعض التنازلات لإنجاح هذه الحكومة. ممكن ولتكن هذه الحكومة التنازل يشمل هلأ حقيبة الأشغال؟ هلأ مش تنازلات، ما عملنا يعني ما اسمها تنازلات، يعني بس بمعنى التنازل، بس تسهلنا الأمور. نعم. إلى حد معين، لأنه بالمقابل في طبعا وزارات نحن حنستلمها، يعني في حد بتوقف عنده قصة التسهيل؟ في حدود؟ طبعا في حدود، اكيد في حدود، اكيد في حدود، لانه بالاخر بدنا نعرف انه القوات يحق لها التمثيل الصحيح ايضا في الحكومه. هلا في كثير حكي صار انه ليش 3 وزراء واقل هذا، لا نحن اكثر حزب غير، يعني مش اخذ حجمه، مش اخذ حجمه الحقيقي لا بالانتخابات النيابيه ولا من وراء قانون الستين ولا بموضوع التمثيل الحكومي. هل انت نحن اكثر حزب من هالناحيه مظلوم بحجم تمثيله؟ عم بحكي مظبوط، نحن تمثيلنا اكبر بكثير من تقييم البعض، خاصه اذا بده يرتكز على نتائج انتخابات 2009 وخاصه على تطبيق، يعني بحسب قانون 60. هلا بدي احكيك عن القانون، لانه هلا صار في غير مفهوم او قراءه، بس خليني، انتم مع انه اذا وصلت الامور لحائط مسدود ان تعلن الحكومه وفقا للدستور، والبعض هون عم بسميها حكومه امر واقع، انه بالاخر رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء المكلف هن ياخذوا زمام المبادره؟ اكيد الرئيس الجمهوريه بالاخر بده يطلب، وهذا من حقه الدستوري، بالتعجيل بالاسراع بتشكيل الحكومه، وممكن انه يعطي مهله لتقديم هذا التشكيل باسرع بوقت معين، يعني الرئيس بصلاحيته بحق له انه يطلب حتى من رئيس الحكومه بمهله معينه، يعني يحط مهله معينه لحتى يسلموا التشكيله. في احتمال للعودة لحكومة تكنوقراط من 14 وزير؟ أنا برأيي مثل ما قالت الشرق اليوم، إذا استمرت العقد على حالها هيك بتبطل قصة وزارة الأشغال إلي أو وزارة حكومة الصحة إلي. موضوع إذا كانت تكنوقراط رح تضل لإلي ولإلك، يعني بالآخر أنه تكنوقراط الفرق، بدل ما نحط أنه وزير سياسي بيكون وزير تكنوقراطي، يعني لا، والعدد مصغر، يعني على الأقل عدد مصغر، هيدي اللي بتفرق فيها أنه عدد مصغر. ممكن أنا برأيي هذه طروحات بعد لهلا ما انبحثت، يعني هذه طروحات هيك صحفية، يعني ما هل الموضوع بالدرجة الأولى أزمة ثقة بين القوى السياسية مثل ما قالت اليوم الجمهورية؟ يعني بالنهاية في أزمة ثقة عميقة من أنه تكون هالقوى السياسية عم تنصب الكمائن لبعضها البعض بهذا الموضوع؟ هلأ في أزمة ثقة؟ إيه في أزمة ثقة. بين من ومن؟ بين أفرقاء عديدين، وخاصة الأفرقاء يلي لهلأ تعودوا على ممارسة معينة بتطبيق الدستور وبتجاوز الدستور أحيانا وبمحل معين، عدم الاكتراث حتى لقوانين البلاد. بس أنا اللي عم بقوله أنه هذا عدم انعدام الثقة منه بمحله، لأنه بالآخر لما نحن عم نطالب بمقاربة جديدة لإعادة تقييم وتطبيق وضع جديد. نعم. في البلد هو
لا يستطيع أن يكون إلا في خدمة لخدمة الكل. يعني ما حدا ممكن يكون مغبون بحقوقه بهذا الموضوع. ولكن لما صرنا معودين على التعاطي بهذا الموضوع بالخفة اللي كانت موجودة وبتفسير القانون على طريقتنا وأحيانا تجاوز الدستور كليا، أنا برأيي هاي العادات يلي صارت واللي تكدست من وقتها لليوم واللي تراكمت ويلي اليوم عم نرجع نجلس الأمور فيها بصعوبة كتير قوية، لأنه مثل ما قلنا بالأول اكتسبوا عادي الشباب بتعاطي معين وبتعدد المرجعيات في البلد، أدى إلى حالة من الفوضى وحالة من شل المؤسسات إلى حد بعيد. يعني اليوم مهمة الرئيس هون حتكون كتير كتير، حتى الرئيس المكلف رئيس حالي حتكون صعبة، لأنه وصلت مؤسسات لاهتراء حقيقة بده جهود جبارة جدا. مشان هيك لما سألتينا عن الثقة، أنا برأيي يجب وضع الثقة على هالمستوى هذا بين الأفرقاء. بس الأوضاع لازم يكون في ثقة أستاذ أدي، يعني ما بتصاحب المهمة. يعني أنا برأيي ما خلينا أول شيء ننظر لأوضاعنا نحن بالحد الأدنى حتى على الميكروسكوب. يعني لما نحكي عن مؤسسات الوطن، مؤسسات البلد، يعني عم نحكي بالأمور يلي بغض النظر عن الحالة الإقليمية هي حالة يومية. يعني بالآخر ممارسة يومية. كل الفرقاء اللبنانيين هن داخل هالوطن وهمهم هالوطن وهمهم هالمؤسسات اللي هن مبدئيا تكون بخدمه هالمواطنين. نعم. مشان هيك انا بقول حاله الثقه اللي بدها تنبنى على اراده مشتركه لاعاده بناء هذه المؤسسات وانقاذها من الحاله الاهترائيه اللي وصلت له. هون نعم. بدها تنبنى الثقه على هالاساس، وهون بدها تغير العوائد، بدها تغير المقاربات. وين بيجي موضوع الارهاب واللي عم يتهدد كل اللبنانيين؟ ليش اذا كانوا اللبنانيين مش موحدين وفي ثقه بيناتهم كيف بدهم يواجهوا الارهاب؟ ما عم بفهم انا باي مؤسسات كيف اذا ما بترجع بمحل معين. مثلا هيدي صلاحيه من صلاحيات رئيس الجمهوريه انه هو القائد للقوى المسلحه في البلد. نعم. طيب وقت بيكون هو رئيس حازم وواضح وعم يطبق الدستور وصلاحياته، ما بيوجه هيدي القوى المسلحه لحتى اللي تقدر تشتغل وتعمل على درء الاخطار الارهاب في البلد ومواجهته؟ طبعا هيك بده يصير. بس يعني بدنا نجي نحن نخفف من نضرب هذا الموقع ونستهدفه بالطريقه هيدي. نعم. اكيد ما حدا بقى بيقدر يامن هالحالات. نظرية الحرب الاستباقية ومشاركة حزب الله بالقتال بسوريا ما بتتعارض مع ما تتفضل به بخصوص الحرب الاستباقية؟ قرار الحرب والسلم بالنهاية. الحرب الاستباقية بالنسبة لنا لها مفهوم واحد. أول شيء الحرب الاستباقية بيقوم فيها بالنسبة لنا الجيش اللبناني فقط لا غير، والحرب الاستباقية بيقوم فيها طبعا على الطريقة المخابراتية العسكرية اللي هو بيلاقيها مناسبة كيف بده يقوم فيها على مستوى الوطن وضمن حدود الوطن. نعم. وكل ما يحكى عن حرب استباقية تخاض في على أراضي غريبة نحن ما لنا علاقة فيها ولا نؤيد هذا الموضوع، ونطلب من هذه القوة أن تعود إلى لبنان وتعود إلى لبنانيتها. ولكن ارتداداتها لن توفر أحدا. ارتداداتها طبعا خطيرة على الوطن أكيد. برجع بقول يجب حقيقة النظر إلى هذه النقطة من منظار مصلحة لبنان. نعم. أولا هو المشكلة أن كل فريق يرى مصلحة لبنان بمكان لا لا مناقض. لا لأنه في أفريقاء لما تحكيكي عن بلاد تانية بتحكي هيك بشغف عنا وكأنها هي صارت على حساب لبنان. ما بعرف أوقات هيك بسأل نفسي إذا فعلا الكل معتبر أنه أولوية لبنان بهذا الموضوع أو بكل الموضوع أو بمقاربته لأولوية لبنان هي ذاتها بين كل اللبنانيين. أنا برأيي لا، منا هي ذاتها، ولكن هذا ما بيشيل وطنية هالناس. مش عم نشكك بوطنيتهم، ولكن في بعض المقاربات يلي حقيقة ما بقى مسموح انه نمارسها بلبنان او نتعاطى معها بهالطريقة هيدي لانها مكلفة على الوطن. ابعد من قصة الحصص والتموضع الاقليمي وغيره، البعض الكتاب اليوم بالصحف منهم ميسم رزق بالاخبار بتقول انه المشكلة هي او الجانب المخفي من كل هالموضوع هو قانون الانتخاب الذي إذا اعتمد مبدأ النسبية فيه يعني تغيير بموازين القوى داخل مجلس النواب. يعني بتقول إذا انحلت قصة المردة رح نلاقي عقدة جديدة من حيث لا نعلم. يعني كل الهدف بالنهاية الوصول لمكان والقول أنه ما بقى في غير قانون الستين لتجرى الانتخابات على أساسه، وإلا رح يكون في تأجيل وهو ما ترفضه كل القوى السياسية على الأقل في العالم. قانون انتخاب جديد هو ضرورة للبلد. هو كل التحاليل يلي بتجرب نطحول دون تطبيق أو إيجاد هذا
القانون الجديد والتصويت عليه وتطبيقه، أنا برأيي أنه بيكون خطأ فادح. اليوم نحن أنتم مع النسبية اليوم يلي عم بيتم المناداة فيها بالقانون نحن الجديد؟ مع القانون المختلط، وقانون المختلط فيه من النسبية. نعم، على أي أساس بصير التقسيم؟ هون ما بيختلفوا كمان الجميع؟ لا، وين النسبة وين أكثر؟ هلأ المجموعة النيابية اللي هي منكبة على هذا الموضوع درست هذا الموضوع ووضعت تقارير عديدة، والبحث أدى إلى نتائج إيجابية على مستوى قبول كتار من الأفرقاء اللي ما كانوا كتير قبلين هذا المشروع أنه يبلشوا يفكروا فيه. هلأ طبعا في طروحات مضادة، كله هذا عم بيندرس وكله هذا عم بينحكى فيه، وأنا برأيي حتى وصلنا لاستنتاجات معينة، خلينا نروح نصوت على قانون معين جديد وخلينا نطبقوا هذا القانون الجديد يلي بيكون أكيد تمثيله أفضل من تمثيل القانون الستين. عندك انطباع أنه في يعني حدا بده يبقى قانون الستين ويسعى لهذا الأمر؟ أنا برأيي في هيك أوقات مثل نوايا مبيتة بتبقى، ما رح أوزع اتهامات على عدم يعني إرادة فعلية بالتغيير على هالمستوى هذا. أنا برأيي لازم يكون في إرادة فعلية وحقيقية من قبل كل الأفرقاء. أنا برأيي صارت أكثر وأكثر رايحة صوب إيجاد قانون جديد من أنه عدم إيجاده يعني. نعم، ولكن الوزير نهاد المشنوق امبارح قال أنه إذا صارت الانتخابات على قانون الستين بقيت على قانون الستين بتصير بوقتها، وإلا أي قانون جديد رح يلزمه تعديل يعني ووقت أطول. جريدة الأخبار اعتبرت هالكلمة اللي قالها الوزير مشنوق هي رسالة أنه تيار المستقبل قد يكون أنه بده يبقى قانون الستين، وحتى بتقول بنفس الصحيفة رولا إبراهيم أنه تحالف القوات والعونية وفق قانون الستين يجعلهم مقتنعين باكتساح كل الأقضية التي يتمثلان فيها بالكامل وسحق الزعامات المحلية. إيه بس نحن اللي بهمنا قبل كل شيء هو التمثيل الصحيح قبل أي حصص نيابية ممكن نحصل عليها. التمثيل الصحيح هو بشكل قوة جديدة للبلد، سلطة جديدة، سلطة يعني تجديد السلطة في لبنان على أساس قانون المختلط، أو قانون خليني أقول أي قانون بيكون قانون جديد ويحترم التمثيل الصحيح هو لا. أفضل لهذه السلطة الجديدة في المستقبل، وأي بقاء على قانون قديم مثل قانون الستين هو لا يحترم التمثيل الصحيح، وبالتالي سينتج سلطة منا متوازنة، وحنضل بالحالة اللي نحن عايشين فيها اليوم. هذا الانعدام التوازن اللي موجود ويلي بالنهاية عم بيخلف ردات فعل سياسية وقلة ثقة بين الأفرقاء السياسيين، عم بيؤدي إلى تشنجات وإلى بلوكاج كامل على مستوى المؤسسات وعملها. هل بلوكاج قديش بتعتبر اليوم أستاذ أدي قبل لمع أنه بيأثر على قدرة الجيش والجيش اللبناني على التفرغ لبتر أصابع الإرهاب، مثل ما كتب اليوم عماد مرمل بالسفير بيقول أنه بينما تستمر عملية عض الأصابع بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، الجيش متفرغ لبتر أصابع الإرهاب استنادا لأجندة أمنية عسكرية لا تتأثر بأي تشويش سياسي. صحيح، وبالنهاية بدنا نعرف أنه رئيس الجمهورية هو الامر للقوات المسلحه اللبنانيه يعني الاخير الاول والاخير بقى. بالتالي نحن يعني صارت عمليه نوعيه مش من زمان للجيش اللبناني وعمليه كتير كبيره. طبعا قائد الجيش مع رئيس الجمهوريه تعاونوا على تنفيذها، وبالتالي نعم دور قيادة الجيش ودور الجيش بهالمهمة كتير كبير، ولا يتأثر بالخلافات السياسية الموجودة. ولكن كمان لازم نلفت نظر انه انتخاب رئيس جديد مثل العماد عون بهذا العهد الجديد في لبنان يعطي دفع اكبر للقوة المسلحة بان يعني تستمر في عملها، وان حتى تتقدم بعمليات نوعية بوفر قرار سياسي تغطية اكبر لأي تغطية الرئيس هلا بوقت الحاضر. بأي خانة تضع اللي انحكى عن اقدام الطيران الحرب الاسرائيلي على ضرب قافلة سلاح متجهة لحزب الله من دمشق إلى بيروت بهالتوقيت؟ أنا برأيي هيدي من ضمن
الحرب المستمره يعني وانه ما ردوا عليها السوريين لانه كانت فوق المجال الجوي. هلا هيدي ما حدا قدر يتحقق من هذا الموضوع، ولكن بنعرف انه صار في عمليات اخرى على الاراضي السوريه، يعني كل ما قيل عنها انه سنرد على هذه الاعتداءات بالوقت والطريقة المناسبة، وبعدها مكفية هيك العملية، عم بحكي سوريا. نعم، يعني بقى بالتالي اليوم التحجج بانه اطلقت القذائف من الجو اللبناني، ما بعرف اذا كانت مضبوطة او دقيقة. على كل حال الايام القادمة حتوضح العملية اكثر. بعد الفاصل نتابع حديثنا بالقسم الثالث والأخير من كلام بيروت. إذن لحظات مع فاصل قصير ونعود. نعود لمتابعة الحلقة مع الأستاذ إيدي أبي اللمع. إذن بالإضاءات اليوم الزميل غسان حجار بجريدة النهار توقف عند تهديد السياسي السوري المؤيد للنظام الشيخ أحمد شلاش الرئيس عون بمصير من ارتكب كما قال القرار 1559، وأشار لاستدارة جديدة لعون لا نعرف وجهتها ولا نريد له أن يقدم عليها. هل كلام بتربطه بكل السجال حول الحكومة؟ يعني هذا الكلام غير صحي على الإطلاق، وهذا المتكلم مش مفروض هو يحكي بهذا الموضوع. أنا برأيي اللي بيحكوا هني سياسيين وقيادات بالبلد، وإذا كان اليوم بدنا نرجع نحضر هيك حالات من الناس اللي مدري وين هيك بتفرخ وبتبلش تنظر طائفيا، أنا برأيي عم بيلعبوا بالنار. يلي دافعين بهذا الاتجاه، يلي عم بيدفعوا بهذا الاتجاه عم بيلعبوا بالنار. ما حدا يجرب يلعب اللعبه الطائفيه، لانه هي بترتد على الكل وما حدا بيتوفق فيها. برجع بقول اليوم اللي بنقوله عن المسيحيين، لانه هن عم يجربوا يواجهوا هذا التحالف، المسيحيين ما اتحدوا الا لانقاذ المؤسسات والدستور وموقع رئاسة الجمهورية اللي هو موقع دستوري اول. ولكن البعض استاذ ادي بيقول انه اتحادكم اليوم يذكرهم بما حصل بال 88، يعني حيث كان في توافق وبعدين شفنا شو صار كلنا، وما الذي يمنع ان تعود الامور اول شيء الى ما جرى؟ كل شيء مختلف، المحيط مختلف، الاطار مختلف، الجو مختلف، التاريخ مختلف، كله ما ابدا ما بيذكر ب 88، يعني ما في شيء مشابه له عن 88. اللي عم بقوله انا بس بهيدي الظاهره الجديده انه يطلعوا لنا هيك شوي ارانب شمال ويمين، ناس بلش هيك تنادي طائفيا وتحكي باتجاه هيك توعيه بعض تخويف، يعني توعيه بعض شياطين الماضي. انا برايي ما حدا له مصلحه باللعب بهذه النار، لانه هيدي نار خطيره، واللي مفكر انه بيقدر يواجه سياسيا الحاله اللي عم نعيشها اليوم، يعني على هذا العهد الجديد بهكذا اشخاص، او خليني اقول بهيك ظاهره، بيكون مخطئ جدا، لانه ما بيكون ابدا فهم انه الامور ما حتتغير الا على المستوى الدستوري والقانوني واعاده بناء المؤسسات. بس اللي مفكر انه بده يعمل منا مواجهه طائفيه، انا برايي بيكون مخطئ جدا ومش قادر يقيم الامور على ما هي فعلا. بدي ارجع معك للواقع المسيحي بعد معنا كم دقيقه، ليش ما عم نشعر انه في مسعى حقيقي من قبلكم لرقب الصدى مع المكونات المسيحيه الاخرى؟ بلا، في ما عم بيطلع شيء على الاعلام، ما في شيء جديد، ما عم بيطلع على الاعلام، بالعكس في مواقف تتخوف من توافقكم انه يكون على حساب المستقلين بس المسيحيين. بس نحن كل الوقت بهيدي الحقبه يلي صار فيها هذا التفاهم من وقت ورقه النوايا لليوم، انا برايي في مش برايي، معلوماتي بتقول انه في اتصالات كانت مستمره مع بعض الافرقاء الاخرين المسيحيين، وكنا حاطينهم باجواء شو عم بيصير. نعم، وبالتالي
بالتالي ما حدا كان غافلوا هذا الموضوع، لانه كنا حاطين الكل بالجو وكنا متمنيين على الكل انه ينضموا لهذا التحالف. ليه ما انضموا؟ لانقاذ الدوله اللبنانيه والدستور اللبناني. هلا ما انضموا لحسابات اوقات بتبقى حسابات صغيره شعبيه، بوانتاجات او استطلاعات راي بيعتبروا انه ممكن انه اذا كانوا بالموقع الاخر انه يستحصلوا على تأييد شعبي اكبر. انا برايي هيدي حسابات خاطئه، لانه نحن عم نخوض معركه على مؤسساتيه بامتياز على مستوى الرئاسي تستوجب الوحدة، مش بس المسيحية المسيحية وأيضا الوحدة المسيحية الإسلامية مثل ما قلت. يعني تقول أنه بعدكم عم تسعوا لإعادة وصل من قطع، إذا بدي أقول بعد الانتخابات البلدية؟ من قطع الوصل بعد الانتخابات البلدية صار في زعل يعني مع بيوتات سياسية مع هي أكيد صار في زعل، بس في كتير من هالزعل بمحلات معينة تصلح، او خليني اقول انه ما عاد بذات الحديه اللي صارت وقت الانتخابات البلديه، وبالتالي نحن منفتحين على كل الاحزاب وكل الشخصيات السياسيه وعلى الحوار مع الكل، وهذا الموضوع نحن مصرين عليه. وحتى يعني مع بعض الاحزاب صار في اخذ وعطاء، رجعنا بالاخر تصوبت بالاعلام وقلنا انه نحن ما حنفترق عن بعضنا، وتمنينا على انه هذا التحالف اليوم حول رئيس الجمهوريه حول العهد الجديد يجب ان يكون كامل وشامل على كل المستويات. بموضوع آخر، الحكومة الجديدة قلنا أنه أبرز تحدي قدامها هو قانون الانتخاب. نعم. ماذا عن الأمور الأخرى يلي بتشوف القوات اللبنانية أنه انطلاقا من موقعها داخل هذه الحكومة يجب مواجهتها بالدرجة الأولى؟ الفساد الفساد الفساد، رابعا الفساد، خامسا الفساد. على أي مستوى؟ على مين الفساد؟ الفساد على أي مستوى ومن أين يجب أن يبدأ العمل؟ هون صعب الكلام بهذا الموضوع من هلا يعني بوقت قصير، بس نحن عندنا مشروع بهذا الموضوع. نعم. وانا برايي اول شغله عدم السكوت عن اي عمليه فساد مين ما طالت، يعني خلينا نكون واضحين بهذا الموضوع. ما فينا نبني مؤسسات، ما فينا نبني ثقه، ما فينا نبني وطن اذا كنا بدنا نمشي او نكفي على الطريقه اللي ماشيين فيها اليوم. انا بتذكر كانوا يخبروني وانا واعي على حقبه صغيره هيك، من كان عندنا نحن مدراء عامين من زمان بالستينات بالسبعينات حتى بقيوا للثمانينات منهم قبل ما طلعوا على التقاعد، كانوا من اشرف الناس في لبنان ومن اشرف موظفي الدوله، لما كانوا يصلوا حقه مثل ما هو لازم، كانت الليره لها قيمه، كان يقدر حقيقه يكتفي بمعاشه وكان يقدر يعيش فيه بكرامه. وهذا وشو صار بعدين؟ بعدين صار مش بس هالحالة صارت استثناء بالمؤسسات، بل صارت موضوع سخري، يعني إذا واحد ما بمد إيده على المال العام صاروا بيتهموا بالبساطة وبالهيدا. بالتالي لا، بدنا نقلب هذه الحالة وبدنا نغيرها كليا، بالتالي بدها مواجهة على هالمستوى هذا. طبعا مواجهة ما بتصير بس بأنه نصلي على عمليات الفساد وننقض عليها، بدها إعادة نظر، يعني في كتير مؤسسات بدها إعادة نظر، بدها إعادة تشكيل يعني. تكوين تركيبة عديدة، الحشو اللي فيها طائفيتها، يعني اليوم سترولا بتعرفي ما بقى تتعجبي اليوم بتفوتي على مؤسسات دولة حتى تشوفي قديش اخذ الطائفية عندهم والزعامتية الصغيرة، بتلاقي صور زعيمهم على الطاولة بمؤسسة رسمية حتى بتطال يعني موظفين كبار، يعني هيدي ظاهرة من هالظواهر العالم الكل متساوي فيها. نعم؟ الكل متساوي في هذه لا الموضوع. مش صدقيني مش كل واحد بشد الحريم لما صدقيني مش الكل متساوي فيها، بس لو بعد بيرتخي الحبل ممكن انه يصير الكل متساوي فيها. لا لا لا، بس حتى ما قصه مساواه. نعم. بالموضوع قصه ظاهرات غريبه بعجيبه صارت موجوده، يعني المؤسسات ماكوله من الداخل على الاخر، من فسادها، من شو اسمه تزلمها، من شو اسمه عدم اكتراثها للشان العام. مشكله انه كل ما هيدي بدها اعاده تكوين، يعني كل هالعمليه هيدي بدها حقيقه ننكب عليها حتى نقدر نعالج هذه الافه، بس من اساسها مش بظاهرها بس. اللي بيستفيد من هالافه رح يقبل اللي يعالجها يعني بمحل معين؟ طبعا في ناس كتير مستفيدين ورح يبطلوا مستفيدين، رح يستفيدوا بالحق الخاص يشتغلوا، بس الدوله مش بقره حلوب لحتى يستفيدوا منها الناس. هل تناتش على الحقائب ما عزز الشكوك بانه ما في مجال او ما في امل بمكافحه الفساد؟ لمن يعني وقت اللي ترفض حقيبه لان معروف انه ما فيها مصاري او ما راح تنتج مصاري. بس كانت هيدي اليوم مش هالقد الموضوع، بالعكس انا بقول في اوقات
نطلب حقيبة حتى أو نروح على حقيبة حتى نرجع ننفض ونصحح ونعالج الخلل اللي فيها أكثر ما هو لغير شيء، إلا إذا كان في ناس بعضهم طامحين أنه لأموال سلب وسرقة من هذه المؤسسات. برجع بقول لك في دراسة كاملة وفي أسلوب جديد بدنا نتعاطى فيه كلنا سوا، وهذا العهد مصر على أنه يتعاطى فيه بأفضل طريقة ممكنة لوقف هذا الهدر وهذا الفساد اللي موجود مستشري بقلب المؤسسات الحكومية. يعني هذا هو عنوان للمرحلة المقبلة، هذا هو عنوان كبير حديثنا اليوم، هذا عنوان كتير كبير للعهد الجديد. بعدك متفائل بالزخم يلي انطلق فيه هذا العهد؟ طبعا أكثر من أي وقت مضى. بعدنا برأيك ضمن الوقت الطبيعي؟ أكيد لتأليف الحكومات؟ أكيد أكيد أكيد. يعني نحن أمام موسم أعياد واعد، لازم من الله رد انه يعني لانه بلش شوي يوطى معدل التفاؤل، يعني عم كل ما قدمت يوم عم بيرجع علامه لورا. مزبوط اللي عم بتقوليه، مش هيك نحن بنناشد اللي عم بياخروا بهذا الموضوع انه ما يحطوا هذا الشعب، لانه حقيقه اللبنانيين شبعوا احباط وشبعوا حس هيك بالذل، لانه بالنهايه حد الاحباط في ذل، وبالاخر في يعني انتقام. مش بس هيك، في 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 فله، في بيجلوا من هالبلد وياما شباب عم يفلوا. امبارح الارقام احدث دراسه بتقول انه 50% من شباب لبنان يرغبون بالهجره للتعلم وللعمل في الخارج. من ورا شو؟ ورا هاي الاف اللي عم بحكي عنها. بهالخلاصه استاذ ادي قبل ما عضو الهيئه التنفيذيه بالقوات بكون وصلنا لختام حديثنا، اهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا. شكرا لحضورك بهاليوم الماطر، وان شاء الله المطر بالطبيعه بينعكس كمان عطاء بالسياسه. شكرا جزيلا، شكرا للمشاهدين على المتابعه، الى اللقاء.